استعملت ليلي نشطة في حركة منيش مسامح. حركة منيش مسامح هو حركة مجتمعي مواطني مستقل. دونك سي ان جروب دو جون، جروب نتاع شابات وشباب اللي حاولوا قاعدين يحاولوا يخدموا على سحب مشروع قانون تبييض الفساد اللي هما قدموه على اساس مصالحة اقتصادية. دونك بدات الخدمة من شهرين تقريبا، خدمة نتاع تحليل ودراسة القانون هذايا باش نشوفوا شنو هي الزيفي نتاعو. ومن 28 اوت انتقلنا للاحتجاج الميداني، والا على الاقل التحرك الميداني. دونك بديت بوقفه احتجاجيه في ساحه محمد علي، وقفه نتاع 27 شاب وشابه، ومن بعد شويه انتشرت الحركه هذيا في برشا ولايات وبرشا جهات، وصلوا لحد الان اكثر من 15 ولايه وجهه، وبيان سور المشاركه ماشيه وتكبر. تبدا بشعاراتنا ايمان كتعم زيد طلع الديسبوزيتيف هذاك، الديسبوزيتيف اللي عندك بالوقفه هذيك، هي الوقفه سهله ياسر راهو. هذا لنا خلي الديستريبيتور دو فلاير باش يقعدوا زوج منها من قدام معاهم البوندرول الرئيسيه في الوسط، معاهم البونكارد هذه، البونكارد هذه واحده على اليمين واحده على اليسار وثلاثه من التالي. التجارب السابقه مع الاحزاب خلت برشا عباد برشا مواطنين يكونوا حذرين جدا، لذا ديما كي تلقى الاسباس المساحه متشاركه ما بين منظمات والى حركات واحزاب كيما ديزينيشيتيف كيما هكا مبادرات، تلقاهم ياسر حاضرين ويصيروا نقاشات، نمشيو بحذاهم نبعدوا عليهم ندخلوا مع بعضنا في نفس المسيره شنو نعملوا بالضبط. واحد من الاهداف اللي خلينا نعملوا نفس المراه ونوحد الشعار ونوحد المليون، انه الصوره تكون ظاهره، هذايا تحرك هذايا حرك مانيش دونك مش نمشيو في نفس الاسباس توت ان كاردون مع الحفاظ على السبيسيفيسيتي نتاع التحرك. الفترة هذه حسينا الحراك رجع بالكدا، وعبيد رجعت تحمى تحكي لك تقول لك شعارات ثار 17 ديسمبر شغل حرية كرامة وطنية عدالة اجتماعية، واحنا تو جوستومون نحكيو على لو برانسيب على مفهوم العدالة. دونك حاجه مزيانه برشا تلقى الالتفاف هذا، وبالنسبه لي انا على الاقل نجمت نرجع نتنفس شويه، معناتها رجعت نوعا ما مريت ما كفتره الاحباط اللي فاتت ورجعت نتنفس في كل حرق قاعد يمشي. وظاهره ناجحه كيما قلت لك حسن الحظ، انا نجمنا اونجير لي شوز في الاخر، لكن علاش بس ما نركزوا على سحب المشروع كهو ونقعدوا حتى في المسيرات نقعدوا في التركيز على شعارات لا ما تفكش الشعارات لا ابعد على هذا لا اجا هذا، نورمالمون كل واحد يعرف مساحته، كل واحد يعرف شعاراته، كل واحد شعارات اللي تمثل. المسار الثوري مازال متواصل والمحطات مازالت طويله، مكاسب الثوره راهو ولو انه فما محاوله حقيقيه للانقلاب عليها، لكن مازالت موجوده، مازلنا نعيشوا فيها، كي نخرجوا للشارع، كي نتكلموا، كي نراو اللي العباد مازالت تهتم بمسائل كيما من نوع هذا، من نوع القوانين، من نوع الاقتصاد، من نوع المحاسبه، هذا كل راهو يعطي روح جديده ونفس اطول باش نواصلوا. معناتها ما يلزمش حتى حد اذا كان تم يعني ما تمش سحب القانون، ولو اني في راي باش يتم سحبه ما يلزمش هذا يخلينا نتراجعوا. Thank you.